أراد إيصال صوت السلام في طرابلس إلى وسط بيروت علّه يصل إلى العالم، فحمل أمير الشيخ وحيداً إلى ساحة رياض الصلح يافطتان تعبران عن مطالب كل الطرابلسيين كما يقول. طرابلس تقول كفى، ونطالب بإيقاف نزيف أهلنا في طرابلس ونزع السلاح فوراً. في الصباح شوف الأخبار، ميت 14 شخص. ليه ليموت 14 شخص؟ عشان شو؟ لا منحارب عدو ولا منحارب حدا ببلدنا ولبنانيين، مش حرام هذا؟ العالم صراحة مثل رفقاتي عم ينقوا بطرابلس، مش عم نقدر نروح على الجامعة، مش عم نقدر ننام. شيم اون ذيم، اتس امبوسيبل. شو النداء اللي بتوجهه هلا؟ انه من الدولة اذا بس تقدر توقف، يعني خلص وقفوا النار، اسحبوا هالسلاح. كيف 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 هالسلاح عم توصل للعالم؟ ما بفهم مين مسؤول عن هالشغلتين هذول؟ كيف عم توصل؟ مين عم يمرق هالسلاح لجوا؟ لعند الطرفين مين ما كان يكون؟ ما بيطلعوا عنا الا فكره مثلا سلفي او فكره ما بعرف شو، خمس شيخ ما بعرف شو كنا. طرابلس منا هيك، مليني متعلمين، مليني دكاتره، مليني نابغه. امير الشيخ كان وحده في الساحه، لكنه بالتاكيد ليس وحده المنادي بالمطالب التي حملها، مطالب لا هو ولا غيره من الطرابلسيين قادرون على تحقيقها.